خلال لقائه وقيادة وزارة الزراعة، الرئيس السيسي يؤكد ضرورة زيادة إسهام قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. تفاصيل الخامسة، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عادل البلتاجي وعدد من القيادات والعاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومدير المديريات الزراعية في المحافظات، حيث أشاد الرئيس السيسي بدور الفلاح المصري على مر العصور، مؤكدا دعم الدولة المصرية له، كما أكد ضرورة العمل على زيادة نسبة إسهام قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة وأن العاملين في قطاع الزراعة يمثلون 52% من القوى العاملة بمصر، ويسهمون بنسبة 14% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. كما أكد الرئيس السيسي دور المشروعات العملاقة في استيعاب أعداد كبيرة من العمالة على غرار مشروع استصلاح المليون فدان الذي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أهمية استزراع مساحة مناسبة من الصحارى بما يحقق صالح الاقتصاد ويوفر فرص العمل للشباب. وتطرق اللقاء إلى أهمية ربط المزارع بالأسواق لتيسير وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق بما يحقق تخفيضا مناسبا في أسعارها والاستجابة لاحتياجات المواطنين من المحاصيل والسلع الزراعية، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الصوامع بالتعاون مع وزارة التموين، فضلا عن إنشاء وحدات إنتاجية لتصنيع السلع الزراعية وزيادة القيمة المضافة بما يصب في صالح زيادة دخل الفلاح المصري. هذا وقد أكد الحاضرون أهمية تكثيف البحث العلمي في مجال الزراعة والارتقاء بقدرات الفلاح وتعريفه بأحدث طرق الزراعة والري والتسميد. بدأ مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح